سببين شوي يعني واحد مثقف. المهم اي دكتور يا ريال. المهم بنسوي شيء جديد يعني شو؟ شو تعرف انت بالحياة قول لي غير انك تمسك كاميرا. ليش ما ادري نسوي مثل يعني ريلز تثقيفي عن بودي بيلدينج. بنيب كوكي ديلر. كوكي ديلر بيكون على حسابي. بسأل الشباب في الجيم الحين شوي الجيم هدا بس ما ندور يمكن حد بحس انه شوي فاهم. بسأله عن بودي بيلدرز ليجندري بودي بيلدرز براوي صوره وبغطي وجه الرجال وبقول له منو هذا عرف بعطيه كوكيز ما عرف بعد بعطيه كوكيز يعني عقب انا اعطيكم معلومه عن بودي بيلدر. اوكي شي ميك سنس سمبل يعني. اوكي ليتس جو. تعرفني يبوني يبون ابو سالم. والله ابو سالم احس الوحيد ترى قله ناس فاهمه يعني. يعني شوف الصوره هاي يعني داك تحصل حد يعطيك 10 اسامي صعب صعب. اخوك حمود مجبور مو بكيف لان انا غصب اخليه يتعلم. if you guess the athlete I'll give you a free cookie. I know you don't want this one. This athlete. Jay Cutler. غلط. Really? I'll give you a hint. He wasn't open bodybuilder, but he won a Mr. Olympia. And he still competes, and he competed in Master Olympia, the one in the past weekend. Probably not. Because you're natural. David Henry. First ever 212 Mr. Olympia. So first ever 212 Mr. Olympia was David Henry. Second, he won, I think, one title or two titles. And then there is Kevin English. And then Flex Lewis smashed them. Yeah. And then came the rest. And then Sean Clarida and Kamal and Derek Langsford. المهم فهذا ديفيد هنري شارك ايام 202 قبل 212 كان في 202 باوندز بعدين رفعوا 10 باوند زياده سموه 212 فاز ب 2000 212 من اقوى البودي بيلدرز. ديفيد هنري شارك في ماسترز اولمبيا 212 بعد الاسبوع اللي طاف. وشو بعد عن نقدر نعرف عن ديفيد هنري؟ ها ديفيد هنري ساكن في اريزونا موطني. هو ساكن في اريزونا بس توسان لكن ساكن في فينيكس بس بعد هو من اهالي اريزونا. نو كوكيز فاضي فاضي. So I'll ask you one question. If you answer the question, I'll give you a prize. The prize is cookies, but I won't give you cookies. I'll give you money. I'll give you $1,000. If Edward answers the question, wallah, I'll give $1,000. Don't look at, don't look at. Who is that? Okay, who is that? Probably you don't know. Okay, who is this bodybuilder? If you guess this bodybuilder, I'll give you $1,000, wallah. He's yani, old school. Why you closing the face? Because that's the whole point. Closing the face. No, hiding the face. Close it. I don't know. You don't know? Yeah, who is that? Okay, this is Muhammad Makawi. Egyptian bodybuilder. This guy. المهم محمد مكاوي Egyptian bodybuilder. عاش في أمريكا. Two-time runner-up Mr. Olympia. يعني جاب Mr. Olympia second place مرتين. في 1983 يوم كان في ميونخ و 1984 يوم كان في نيويورك. قبل Mr. Olympia ما يستوي يعني كانوا يسوونها في كذا مكان في العالم. حاليا اكثر شيء في فيغاس ولا في فلوريدا. محمد مكاوي كان وزنه ما يتعدى اظن 70 كيلو او 75 كيلو ومرتين ياب ثاني في مستر اولمبيا بيهايند لي هيني. لي هيني اللي فاز عليه كان جدا متناسق لدرجه ان يوم تشوفه تحرى وزنه 90 بس هو فعليا وزن الريشه. كان طوله 159 سنتيمتر وايد قصير. كان شوف البوزنج ماله حط لهم فيديو بوزنج ماله. البوزنج ماله جميل جدا. Yeah. Ella, do you have a single information about any bodybuilder in the world? Not even one? Because I'll show you someone else, but not bodybuilder. And if you answer, I'll give you a book. Barawiha boxer, my Philippine, Manny Pacquiao. Who's he? Manny Pacquiao. Oh, there's no one in the Philippines other than you don't have anyone else, yeah? I will not give you a gift. Manny Pacquiao, not even a bodybuilder. Boxer. Fighter, he's a fighter. You're a fighter. وليد وليد تعال تعال. اوكي بسألك سؤال اذا عرفت بعطيك هديه. اوكي؟ اوكي. منو هالبودي بيلدر؟ شو
كيفن لبرون؟ والله هو جسمه قريب من كيفن لبرون، مش كيفن لبرون. طوله 150 قصير. اول ما نلقب بالجاينت كيلر، انا الحين سالتك هذا البادي بيلدر لان انت لابس جاينت كيلر اصلا من الجزائر. فكر محمد ما تعرف مو بن عزيزه جزائري الاصل، عاش في النذرلاندز، افضل مركز يابا فيفث مستر اولمبيا في 1990 ها، لعب ويا دورين ييتس في بطوله نايت اوف ذا تشامبيونز وياب الاول. دورين ييتس الثاني، دورين ييتس البغل. فجو ويدر اللي هو فاوندر اوف مستر اولمبيا سماه ذا جاينت كيلر، اول جاينت كيلر موجود في عالم بودي بيلدينج مو بالحسيسه. عقب طلعوا لا في جاينت كيلر قبله داني باديه، بس بعد من اكثر الناس المعروفين. محمد بن عزيزه توفى وهو عمره 33 سنه وهو يجهز بطوله، توفى في فندق يقولون من استخدام او استخدام مفرط من الدايركس المدرات، فقلبه وبث. الله يرحمك يا مو بن عزيزه، بودي بيلدر صنديدي قوي جدا رحمه الله عليك. هذا ليش راقد؟ ليش راقد؟ انا جاي بنش ترقد عليه. مو بن عزيزه انا دايركس فندق مو ممجم. جاك يو نو بودي بيلدرز؟ يس. يور فاميليير وذ بودي بيلدرز؟ ان ويتش ايرا؟ ويتش ايرا يور فاميليير وذ؟ اولد ايرا اور نيو ايرا؟ Old era, like 1980s, 90s. Okay, I'll show you one bodybuilder. If you know him, I'll give you a prize. Wallah, a good prize, wallah. This bodybuilder I really love because he is one of those bodybuilders who doesn't give a shit. This. You want another photo? Yeah, I'll show you another photo. Nasser El Sombadi. Ah, he's one of my favorite bodybuilders. Nasser El Sombadi, yeah. You're right. Nasser El Sombadi, French. From no, no. Lebanon. No, your accent is French. Yeah, yeah. No, he's not from Lebanon. Yeah. I think he's originally, I'm not sure, from Egypt, but his passport, Yugoslavia. Ah, okay. Yugoslavia. Yeah, Nasser El Sombadi was one of the mass monsters, freaks, bodybuilder, Oud. And he's very intelligent, yes. Intelligent. كان وايد شاطر، كان وايد شاطر، كان وايد مثقف. يعني يقولون كان وايد يحب البنات بعد. He used to love women a lot. Yeah. And I think he loved three things: bodybuilding, anabolic steroid, and women. He lost steroid. I read one time about him that he went to Brazil. Okay. So he go to one shop. He was checking every pharmacy to get some something like anabol, something like that. So he was going everywhere all around it. Nasser Sombati is one of the most controversial calls in Mr. Olympia. He lost to Dorian Yates 1997, Nasser Sombati, everyone says he deserved winning Mr. Olympia. No, he deserved. He deserved, but they gave it to Dorian Yates. Although Dorian had some bicep tears and had, one of the greatest bodybuilders. I think he passed away in 2013. Yes, he passed away. Yeah, get like, shocked. I was like. Yeah. He passed away, I think, from heart failure or something, yes, yeah. What do you want? No. Listen, I'll tell you, it's not in the camera. خلاص ضبطته. منو يعرف عن بودي بيلدينغ؟ محمد تعرف شيء؟ محمد يعرف حس كريس بومستد. لا حرام عليك. صدق؟ لا اسالني بحاول. تعرف هذا الوحيد كنت احبه؟ فروم جولدن ايرا ناصر صنباطي؟ ايه احضر عنه وايد. بس ناصر مو جولدن ايرا، ناصر 90s كانوا فريكس. ارنولد وشي؟ جولدن ايرا تتكلم هي بين لي هيني. يلا ترى. ما اقدر اشوف وجهها؟ لا هذيك هي. لو رزق وجهها بتعرف؟ شوف لو رزق وجهها بس ما اعطيك هديه. ما ابى هديه. لا. سير انت وهديتك كوكيز اخر شيء. المهم هذا مو بالعراقي؟ روح واحده مره واحده مره. منو 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 منو؟ سمير بنوت ما تعرفه؟ لبنيز لايون. هذا مدرب الحين صح؟ هذا الحين يبيع بنك. لا ما اعرف زي سمير بنوت صراحه. بس لا بس مستر اولمبيا والله. ايه 1970 شيء. دقيقه اتاكد. سمير بنوت 1983 سوري. هي وون مستر اولمبيا 1983. من اجمل الاجسام في بودي بيلدينغ صراحه. شوف. هكذا بايسب ماله مستحيل يخوف. هكذا بايسب ماله. ايه. كريزي بو. يشبه الباك ماله يشبه دورين ييتس. هي يشبه دورين ييتس شويه صح. من اراويك بعد؟ جيرمي بوانديا منز فيزيك. شوفه وحش يا اخي.
عيالي يعلمهم عدل. شو مانس بزي عبد السلام هني عندنا جولدن هيرا بادي بيلدينج فروم انديا. ان شاء الله هي الكومبيت ان فنلند 10 اور 11 ويكس اوت. فيري جود في تيبر نايس كوادز. Okay, who is Larry Scott? Yeah, if you tell me one thing about Larry Scott, well, I'll give you whatever you want. He's a bodybuilder? Which era? Which 19 what? 60s, 70s, 50s. Shit, shut down. First ever Mr. Olympia. He's the first ever Mr. Olympia. Yeah. Huh? Second, Charles Dickerson. Tell me anything, I know. Habibi, every day morning I revise. هذا بودي بيلدر اللي حطه سعيد. هذا البودي بيلدر، هذا مدرب بعد، هذا هنت وحيد بعطيكم اياه. انه بودي بيلدر وحاليا مدرب. 10 ثواني، شوف بتعرفون ولا لا. من 10 ثواني عقب بجاوب من هو البودي بيلدر. جورج فرح شارك في مستر اولمبيا، شارك بوزن 202 من قبل 212، وشارك في اوبن كلاس اتوقع يا 9th او 11th، المهم شيء شيء. تأهل مستر اولمبيا في الاوبن، اتوقع اذا ما خاب ظني صححوني اذا غلط، واذا جورج بعد وصل الفيديو يصححني اذا غلط، في نيويورك برو، عقب استوى ون اوف ذا بيست جوروز في عالم بودي بيلدينج، من افضل بودي بيلدرز اللي دربهم، وصلوا يعني اللي هو كاي جرين. هو مدرب كاي جرين، اصول لبنانيه، اتوقع راحوا عقب ما استوى هذا الحروب الاهليه في لبنان راحوا نيويورك، وهناك يعني اتوقع ستارت هيز اون بزنس ودخل في عالم بودي بيلدينج. بحط لهم سؤال الحين، طبعا هو ملقب بذا بولت بروف، اللي جاوب على السؤال تحت يعني ما بيحصل شيء، بس زين كفو عليك بصفق لك. ليش سموه جورج فرح ذا بولت بروف؟ ما اعرف، كله بودي بيلدرز عرب، خيبه وايد منحاز. اوه بعد عربي ها؟ هذا بودي بيلدر شارك في مستر اولمبيا، في كريم اوف رايس هنا؟ اوكي. اصوله عربيه شاميه بالتحديد من الاردن. ها هاي صورته، معروف ب بيج كوادز. مصطفى حسنين لاعب بودي بيلدر اردني، اول لاعب اردني وصل مستر اولمبيا. يا البلاد من فتره كنا نتمنى نجيب الجيم، حاطين صورته تحت نحن صح. رانر اب 212 بيهايند فليكس لويس، بودي بيلدر من ايران، قوي، توفى الله يرحمه، بس كان يعني ابس جي بلوكس وبيوتيفل فيزيك. وحتى يوم خسر من فليكس لويس، كان اتوقع ادواردو كوريا الثالث، هو الثاني فليكس لويس الاول في 212، يوم خسر من فليكس وايدين قال انه هو يستاهل. اعطيكم وقت يعني شوي. عباس بور بيت الله. Yes sir. One of the greatest bodybuilders. وشارك اوبن اتوقع في دالاس، بطولة دالاس برو شارك اوبن. توفى في عمر صغير بعد. بس والله اللي اعرفه ما اعرف شيء ثاني صراحة. بس خلاص سيد. والله الحين بيقولون هذا بدل ما يعرف bodybuilders. انا اعرف سوالف. اشتركوا في الدنجن في اليوتيوب. اشتركوا في اليوتيوب يا شباب. سوي سبسكرايب، زين كل واحد ما يبي يسوي سبسكرايب. اوكي سوي سبسكرايب اذا شي تبغى انزل يعني شي هذا. الانستغرام مالنا ذا دنجن دبي، والانستغرام مالي اي بي اي العوضي، لايك شير.